يشيد بالدين لأنه يساعد الضعفاء على القضاء على الرأسماليين. فإذا الشيوعيون استغلوا الموجة الإلحادية لتحقيق مآرب، وهذا طبعا الصرف. لكن أن يكون السياسي يتبنى الإلحاد لذات السياسة غير السياسي برغماتي مصلحة، إن وجد الدين دي مصلحة انتطاه، وإن وجد الدين مشكلة قال أفيون الشعوب. وهل الذي قال الدين أفيون الشعوب هو نفسه راح في مكان آخر قال لا الدين ترى يناسب الحركة المهدوية. فإذا لا هنا ليس هناك علاقة مضطردة حسب ما قرأت يعني، والله أعلم، لأن السياسي مصلحي لا علاقة له بالإعتقاد. تفضل الشيخ أبو علي. الشيخ خراج العقل الشيخ الإسلام محامي أنا شو رايح القرآن في القرآن الحمد لله القرآن أولين أو حافظ لا تو طالع من المطار هذه رايحة الناشر أنا لما هذه اللحظة تحت الحبة لكني أنا كمراجع لأي مكتبة حقيقة أكثر لا يهمني بهذا العنوان. أنا كإنسان من شر التيارات الحالية الوطن العربي الإسلامي أتوقع أن كتاب قديم كتاب مريب، وأراد هذا كل إصلاح حواشي، لكن بحاجة إلى متن فوق متن من صفحة كثيرة متن، وهذا هو الحواشي التفسيرية توضح فيه ومتربط فيه الإلحاد هذه مفردة وكثيرة. أنا أصحك من المعلومة أن كثير من الناس عشان يتفقق من الحالي في شيء اسمه المعلمية، شيء اسمه الإبرانية، شيء اسمه كثيرة. أتمنى أن عاجل نظر، لكن كعنوان أنا أول مرة شفته. عفوا العنوان كان كذا يا أبو علي، فاقترح الأخوة جزاهم الله خير للأسباب اللي ذكرت. أي نعم العنوان الفرعي هذا تأصيلي وهذا اقتراح، لا اقتراح الأخوة وأنا قررت نعم لا بس ترى هو الآن في علم سمحت لي هشام بس عقب على كلام الدكتور. العنوان أحيانا يكون مبهم، احنا لما شفنا العنوان وجدنا فعلا انه قد يكون ممكن لو شاف واحد يقول هذا كتاب ديني او كتاب وعظي قلنا يكون العنوان الشارح، وهذا الان معمول فيه في النشر على مستوى العالم يكون عنوان شارح يفكك العنوان الاساسي. تفضل واذا تقترح ايضا عنوان اخر اذا تقترح ايضا من ضمن المقترحات احنا صدورنا تتسع الحمد لله الخلاف تتسع وجم ساقزه اي نعم هو سوى بيطرح علي وعلي هو شو مريح ويقول توي شو مراي اسمح وانا عندي اصالح انا عندي جروب بس من الراي والراي الاخر حقيقه في حوالي 150 شخص منهم ابو هشام فايضا ساطرح هذا وسنختار كله يتعلق فيه. ترى الاخوه اللي معك الله يحفظك الجروب كل واحد له نسخه عندي ان شاء الله بس علمني كيف اوصل يدفع قيمتها لا ما يدفع قيمتها ادفع الدعاء خلنا الناس يستفيدون تفضل ابو عبد الله لان هذا ذكرته قبل التسجيل من قبل اللي ابو هشام لانه سؤالي السابق لا ننتظر منه ان شاء الله كثير لما تعالي جبرا هو من معجزه لانه موجه للملحد الغربي في دول المغارب والمشارق أرى أن تترجم إلى اللغة الإنجليزية وإلى الفرنسية وإلى غيرها من اللغات الحية، بل وأكثر من ذلك إلى اللغات الشعوب الأخرى في أفريقيا في ذلك لأن الإلحاد أنا مختص في أفريقيا ليس فقط عندكم، ما عندكم قليل من كثير من الدول اللي هناك عج فيها الاستعمار وعج فيها البعد عن الميراث النبوي وكذا. فالسواحلية فقط في أفريقيا اللي ينطق بها 150 مليون، ناهيك اندونيسيا فقط 250 مليون، ادخل عليك في الأردنية. فأنا رأيي إن كان ذلك لكم في بكان أو لمؤلف أن يكون هناك مشروع لترجمة سواء بعد قبل التعديل أو بعد التعديل أنتم، لأن هذا الحقيقة تروه يسد ثغرة في موضوع الإلحاد سيطير به الناس. هذا نظر عن كون عنوانه هذا او غيره، لان الناس كل الناس يبحثون فعلا عن اجابات، لا سيما ان الرجل رجع الى مصادر كما ذكر في فلسفه قديما قبل الميلاد وبعد الميلاد. هذا نصيحه سجلها بين يدي هذا. ان شاء الله على نصيحته وهذا بعين الاعتبار وتعليقه هشام بارك الله فيك. هو كان اتفاق على هذه الاشياء منذ البدايه انه ان شاء الله في المستقبل
طبعا لا شك بعد التسجيل، يعني انا الحقيقه ما اخفيكم اني انتظر خلال هذه الطبعه، اعتبروا هذه الطبعه عباره عن يعني الجرعه الاولى. نسخه تجريبيه. اي نسخه فعلا مفترض ان يكون عليها استدراكات. هذا طبعا متوقع. وتعديل وتصحيح وكذا وتسديد وتقويم لربما تصحيح. انتم لعلكم تكملون الصوره وتحسنونها. ايضا اي مقترح حول الكتاب قراءه من الجلد للجلد وجلس جزاه الله خير ابو هشام، جلسوا اربع ساعات يتداولون نقطه نقطه. مقدم له؟ لا لم يقدم له. وما اعجبني اكثر اقول باركك شيخ كاردينال. وما اعجبني اكثر انه اتساع صدر ابو هشام للملاحظات وتعديلها استغرق اربع ساعات او خمس ساعات، وارسل لي النسخه بعد التعديل. طلع من عند الشيخ 9:30 او 10 اذا ماني واهم. جلست من صلاه الفجر ولا حول ولا قوه. الشيخ كان من كتب الفيديو الله يجزاه خير. رجع عشان طار. لا موضوع هو الكتاب. عفوا احب ان نشط الرجل بعد حتى ولو بعد حين احسن من ينساها الى الابد. هو الهدف الشاهد كلام موصول عبد الله. الشاهد انه فعلا الانسان لا يستطيع وحده ان يقوم بشيء لمشروع يزعم بانه مكتمل مستحيل. يمكن ابو عبد الله يعني جزاه الله خير نقطة ما ذكر من بدايه الامر اعتراف لكنه تجاوزها تأدبا يعني ويشكره على هذا. أنا بديت الأمر قلت له لا، مثل ما قلت أبو عبد الله، قلت له ولا أحد يقترب لأني ما أحب أن أنقل الماضي للحاضر. أريد أن تكون عفوية هكذا ثم تسدد بعدين تصحح أحسن من أن تكون مقولبة. لكن الشيخ الجبير ما شاء الله عليه يعني لاحظ ملاحظات بعضها منهجي وبعضها لغوي وبعضها، والحقيقة أنه جميع الملاحظات التي استدركتها كانت في مكان. الكتب الجيدة وراءها جهد مغني. والحقيقة لما قال لي وهشام لا أريد أحد أن يقرأ، قلت طيب إن شاء الله. بس لما قرأت الكتاب وجدت الكتاب يستحق أن يراجع ويستحق أن يدقق. كلمت على الشيخ عبد العزيز قال لي أنا تعبان، قلت حتى لو تعبان نجيبه لك للبيت. أخذناه للبيت وراجع وقال لي عندي ملاحظات بعد أسبوع. كلمت على أبو هشام جلسوا عندي بالمكتب، الوقت ما كفى، قعدوا ساعتين لما راح لموا بالبيت واخذ كل الملاحظات. وانا الحقيقه اكبر حاجتين ليس والله ثناء، لكن انا اقولها لكل مؤلف لكل كاتب، اكبرت في الشيخ عبد العزيز طريقته في طرح النقاط والملاحظات، واكبرت طريقه ابو هشام في تقبله وسعه صدره. لان كثير من المؤلفين اليوم بحكم عملنا نرى العجب العجاب، يعني ما بقدر اقول كتابي هو قران الا شوي للاسف الشديد، ولما نستدرك عليه ونقول الملاحظات يكون صدره ضيق حرج يعني. فجزاك الله خير وجزاه الله خير الشيخ عبد العزيز الجبير. وهذه من الاسرار الحقيقه اللي خلطنا يعني نضيف من الاسرار في كلام الموصول، نضيف بعض الاسرار. ليس يعني هذه الاسرار نضيفها مو بعشان تردد، لا حتى لا ما نريد ترددوا في طرحنا عندكم، لا بس تعرفوا انه الجهد المستطاع بذل. يعني تذكرون موقع الوسطية اللي أسس على الجهود، ترى الموقع أسس أصلا لما وصلت إلى مسألة الصراع بين رجال الفكر والحديث وأهل الحديث، وشفت أن الموضوع يمتد من ذلك العصر إلى، فطرحت الموقع وتحملت اللي حصل في الموقع. تذكرون من بيانات وبعضها وصل لبيان حاد جدا. كل ما في الأمر أني أحاول أشوف إلى أي مدى التيار ذا او التيار ذا يقف عند حد. ذكرته في مناسبه تلفزيونيه، قلت ان اهل الكلام والجهميه مثلا، شوف اذا استولوا على السلطه فتكوا باهل الحديث مثل ما حصل ايام المأمون، واذا تمكن الاخرون ايضا من السلطه ايام الامويين فتكوا بغيلان الدمشقي وفتكوا بالجعد بن درهم وغيره. فالمسألة هناك في إشكالية، في شيء يعني ثم رجعت إلى السيرة النبوية، وهي طبعا اللي ما رضي عني كثير من الأخوة لما أذكر، فما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قتل مبتدعا، ما قتل مبتدعا، بل إذا وجد
ينبه ويوجه ويعني ويرشد الى الحق. هذا هذه نقطه. النقطه الثانيه غير الوسطيه انه الكتاب هذا اول بدايه تالف عندي خمس بنات الله يصلحهم يمتد اعمارهم ما بين العشرين للثلاثين، يعني كلهن شاركنا في التاليف معي، ليس من اجل عقولهن وانما من اجل فئتهن العمريه، لان الاعمار هذه كانت تقريبا الشريحه المستهدفه في موضوع الكتاب، وكل واحده تعطيني الملاحظات دون ان تعلم الاخرى عنها. ايضا ما اترك مجلس من مجالس الشباب الذي اطلب ان يتحدث فيها الا واطرح باب من هذه الابواب التي تعلم، لكي اعرف الى اي مدى حاجه الشباب لها والى اي مدى المشكله موجوده. فمثل هذه الاشياء مجتمعه تم بلورتها في النهايه الى الكتاب اللي امامكم، والذي لا يستغني عن التسديد والتصويب، وانا سنستمر نكرر الكلمه هذه حتى نخرج بشيء ان شاء الله. نستمع بعد ما عشان ما تسكتون. انا قلت لكم لا لانه هذا يا اخي ما في شيء. رافعين ايديهم الاخوان. قص ماشي يا ولد. اعطونا مجال بس. فعلا تفضل بلد. تفضل. الكتاب ما شاء الله ابو هشام سفر عظيم وانا كتبت رساله. طبيعه المرحله اللي نعيشها والفئه اللي انت تستهدفها ما يروق لهم مثل الحجم الكبير هذا. فمحتاجين الى خلاصه ان شاء الله. الآن الموضوع الحال ظاهرة موجودة شئنا ما بين، يعني الآن حتى بدأ لها الآن تكتلات وجماعات. الآن في المغرب العربي الآن عنده جماعة اسمها جماعة ما صايميش مثلا، وعلى مثل هذا فقس يعني الآن لهم مواقع لهم. فهؤلاء الشباب طيبين يعني، وأتصور يعني الاحتجاج بأمثال من يرون يعني هؤلاء الشباب أنهم هم القادة في الفكر ومن يأخذون منهم، إذا وجدوا من يوصل هذه الرسالة الحق إليهم أتصور أنها سيكون لها أثر كبير. بارك الله فيك. لاحظ ما شاء الله العبارة لما قلت ظاهرة الإلحاد في باب في الكتاب، هل الإلحاد ظاهرة أم حقيقة؟ هو في الحقيقة ظاهرة. شوف أنت لما تقول لما تخاطب اللي بالمغرب العربي وتجيب له قصة أنتوني فلور، أنتوني فلور مشهور يعني، أنا بس أجيب سيرته باختصار. هذا رجل لما بلغ 18 من عمره، نشأ كاثوليكية، لما بلغ 18 من عمره ألحد سرا، لما بلغ 23 أعلن الحاد، واستمر هو يعني طيلة القرن الماضي هو المنظر العالمي للإلحاد، يعني كل الملحدين يرجعون له لأنه ألف كتاب عنوانه There is no God كذا، احفظ العنوان زين، There is no God، لا يوجد إله. فهو قعد حتى بلغ عمره 80 سنة. لما بلغ عمره 80 سنة اطلع على حقائق في علم الأجنة وعلى نظرية البيج بانج اللي هي الانفجار الكبير لوجود الكون، نظرية كيف وجد الكون عند من لا يؤمن بأن الله هو الخالق. فالرجل من تلقاء نفسه توصل إلى أن الله موجود. والرجل شجاع، كان شجاع في إلحاده وأصبح شجاعا في إيمانه بوجود الله. فالرجل ألف كتاب آخر بنفس العنوان، بس بدل نو حط خط أحمر عليها وكتب إيه، There is a God، يعني يوجد إله. شوف بس خلى العنوان نفسه عشان ما تتنكر عن ماضيه، ترى أنا ملف لكم الكتاب هذا لكن الحين ترى هذا الكتاب There is a God. تصور ان مشروع الالحاد اللي قائم هذا المبشر بالالحاد امن، قام داوج كينز هذا العالم البيولوجي اللي قلت لكم عنه الامريكي اللي هو الحين تقريبا هو ترى بالثمانين يعتبر شاب، قام وهاجمه وقال انت لست مثل راسل، راسل اللي بقي على الحاده حتى مات. طبعا راسل في علوم اخرى عنه هناك تلقاه في الكتاب، ولا انما انت خفت من الموت. فرد عليه هذا تلفلو قال هيش تعال،
انا اللي مصلحكم ترى يكفو، اعرف مناريزكم كلها واعرف شغلكم الاول كله. عقلوا لا يجيكم شيء ثاني. عقل فعلا وخر عام. عقل فعلا قال انا اللي كل اللي انتم معتمدين عليه انا مصفصف لكم. وانا اللي خلصت له. ففعلا كف شر عام. فهو كان يتهمه وقالوا لا، قال وانا الان ابحث فيما بعد الحياة الدنيا. عاد بحث ما بحث شيء اخر. فتصور تصور انت لما تخاطب دول الشباب او المجموعة هذه قصصهم هم، هذا شغلهم هم، هذا مبشر، هؤلاء هم المبشرون بالالحاد. انا ما قلت لهم قال شيخ الاسلام ابن تيمية، جبت كلمتين لشيخ الاسلام وجبت شوي لابن القيم وجبت شوي للغزالي وشوي لابن رشد، لكن كل الشغل شغلهم هم. فهذا المغربي لما يقرا الكلام هذا ما هم قايلين لا 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 سلفي ولا قايلين الحديث ولا قايلين كذا، جبت له المصادر اللي هو يعتمد عليها. اي نعم، فمثل هذا اعتقد انه بس اختصاره. اي نعم، اما الاختصار فهذا راي جيد. اي نعم والله توزع بعدين. اي نعم هذا الاختصار. اتصور يا دكتور لو لا توزع على مجموعه سلسله. ابو حازم انا اعتقد انه خطوه مثلكم اللي يعلم. الخطوه اننا نستقبل كل ملاحظه ثم يتم فرزها والتعامل معها في الوقت المناسب. والله احنا حطينا بس تعقيب بسيط بين ملاحظات واقتراحات في نهايه الكتاب، حطينا عنوان الشيخ محسن علشان تجمع كل الملاحظات في مكان واحد ثم تسوي لها عصف ذهني ونرى ما يمكن تطبيقه وما لا يمكن. ايضا كان من ضمن ما انا اقترحت عليه شيء حتى قبل طباعه الكتاب نفسه. فاقترحت ايضا انه نعمله بطريقتين، بطريقه الانفوجرافيك وبطريقه الخرائط الذهنيه. لان هذه سوف تساعد فيما زي ما تفضلت انها تفكك المعلومه ما تكون كتله نصيه جامده. الكتله لما تفكك بصوره بصريه يصير يسهل على القارئ التقاطها بسرعه. هذا حقيقه احد اهدافنا واحد خطتنا ان شاء الله، لكنها بعد ما تجمع المعلومات بعد ما يدقق في الكتاب وتؤخذ كل الملاحظات ان شاء الله يطلع بشيء مثالي. تفضل محمد. طيب هو صراحه من عنوان الكتاب الانطباع الاول اللي جاء في ذهني انه لتبصير المؤمنين لتثبيتهم، لكن هل هو بالفعل لمعالجه الظاهره ما اقترحكم بقدر ما يعني ستكون ان شاء الله اقرا قراءتنا، لكن هذا العنوان هو عنوان فيما اظن انه صالح جدا لمشكله الالحاد التي اصبحت لها يعني وسائل انتشار جيده، فبالتالي قد نحتاج مثل هذا الكتاب بالفعل للتثبيت، لتثبيت من عنده شكوك، من يطرح كثيرا ثم ربما تصبح، لكن لا زال هو مؤمن بالله. نعم. لكن هل هو يستحدث الذي يعني انتهى ووصل الى الالحاد واصبح عنده مشكله في الالحاد؟ ما اعتقد انه هذا العنوان من الطرح اللي سمعناه انه يعالج هذه المشكله بهذا التأكيد. ثانيا انا لدي سؤال، وخاصه انت عايشت يعني انت ربع قرن الان، فهل تعتقد يا دكتور محسن ان الالحاد يمكن ان يكون واقعه جنائيه ويحاكم عليها من تحول من الايمان الى الالحاد، او ان اسبابها انت ذكرت سبب مثلا نفسي او غالبا يكون تقدير الله اعلم اذا كان هو الغالب الى اخره، لكن هي واضح انها قد تكون مشكله نفسيه وقد تكون ايضا مشكله فكريه. فهل من خلال معالجتك، لان هذا السؤال يطرح كثيرا، والاشكال الاكبر ان المعالجات الموجوده الان او الردود الموجوده او الظواهر التي وجدت وتم الرد عليها ببعد جنائي، اعتقد ان مثل هذا الكتاب ربما يسهم في ابعادنا عن هذا الحوار. اتمنى ان يكون هذا الكتاب جيد في ان نبتعد عن 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 تفسير الظاهره او اخذ مشكله الالحاد بهذا البعد الجنائي. دكتور محمد. فقط هذا. دكتور محمد. جزاك الله خير. على غير ما عرف عني في الميدان عند تأليف هذا الكتاب أن أكون محاردا بحيث لا أثير أي قضايا خلافية تحول بين الإنسان وبين أن يقرأ عن هذه القضية المهمة. هذا ما ذكرته من يعني قضية يعني التجريم
الملحد او يعني محاسبته الجنائيه مثلا، هذه تعرف انها محل خلاف قوي جدا، مجرد ان تثيرها الان تدخل في جانب التصنيف.